بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة كربلاء الفضائي أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا من جديد وبرنامج حياة المصطفين، البرنامج المباشر الذي يأتيكم من مدينة النجف الأشرف، يكون برفقتنا مشكورا الأستاذ عباس الوهب الشمري. حياكم الله أستاذ عباس. حياك الله وزينب، الله يحفظك. حياكم الله. أشكرك. مشاهدينا الكرام، من تابعنا في الحلقات الماضية فإننا طوينا ملف 5 سنوات في تاريخ الإسلام، وكان متعلقة بالإمام علي صلوات الله وسلامه عليه في السنوات التي بويع فيها. اليوم سنبدأ ملف جديد، والحلقات التالية أيضا ستكون متعلقة بهذا الملف، وهو ملف مهم ومتعلق بقضية مهمة تتمحور في حياتنا الخاصة من نواحي متعددة، التاريخية، الفكرية، الاجتماعية وما إلى ذلك، وهو ملف الخلافة، الخلافة بين آدم وإبليس. سر عباس، هل توافق أن الرأي بأن هذا الملف له أهمية خاصة في حياتنا اليومية؟ نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، بالنسبة لي على جميع الأصعدة، يعني سواء كنا في مجتمع متدين يعني يؤمن بالإله ويؤمن بالرسالة ويؤمن بكل ما له علاقة بالشريعة، فيكون ذو أهمية خاصة جدا وعليه دارة الدائرة. يعني قضية الخلافة في المجتمعات الدينية حصلت الفتنة بسببها، وإلى الآن هي مستمرة، يعني إلى الآن لا تجد شخص متدين ما لم يكن له موقف معين من قضية الخلافة ومشروعيتها، من أين تستقى وما الذي حصل تاريخيا. وقد يعني نقول بأنه كثير من الإشكالات التي ارتبطت بالصراعات المذهبية، بسفك الدماء، بالفساد في الأرض، حصل بسبب هذه القضية أو محورية هذه القضية. أيضا إذا أردنا أن نقول الصراع الفكري أيضا بين الدين واللا دين، يعني بين الناس الذين تؤمن بالأديان والناس الذين لا يؤمن بالأديان، أيضا قضية الخلافة محور أساسي فيها. ممكن أن نقول كيف يكون محور أساسي فيها؟ نقول لأنه من عكس عند أهل الأديان من منظور معين ومنهجية معينة للخلافة، وكيف كان فعل الخلفاء تاريخيا، أيضا انعكس على الدين، مما جعل هناك نفور من البعض في قضية الدين، وهناك اتهامات على الدين بسبب سلوك بعض من زعموا لأنفسهم الخلافة وأنهم يمثلون حكم الله في الأرض. هذه أيضا جاءت بمشاكل كبيرة جدا على الدين ونظرة الناس إلى الدين. فإذا على جميع الأصعدة نعم، القضية مهمة جدا وخطرة. نعم أستاذ عباس، قد البعض يتوجه إلى عنوان هذا الملف، الخلافة بين آدم وإبليس، قد يقول هل هي القضية تقصدون أن هنالك صراع على الخلافة بين آدم وإبليس، وهل هذا الصراع موقوف على آدم وإبليس أم له تمثلات في حياتنا؟ نعم، هي الآن أغلب الذين يقرؤون القرآن الكريم يتعاملون مع القصص القرآني باعتبارها قصص خارجة عن سلوك المجتمع اللي يعيشه، يعني بمعنى أنه يقرؤونها وكأنما شخص يقرأ رواية خيالية بعيدة عن تمثلاتها في حياته. يعني لو نلاحظ بأنه القرآن الكريم عندما ذكر قصة آدم وإبليس، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذه نقطة انطلاق البشر قبل حتى الشروع في الحركة أو قبل الانطلاق أصلا، لأنه الله تبارك وتعالى عندما قال إني جاعل في الأرض خليفة، القرآن الكريم يبين بأنه هذا الإنباء تم للملائكة عند الشروع في عملية الخلق، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. طيب. يعني هنا البشرية لم تتحرك بعد، لم تسجل، لم تذكر، لا يوجد لديها تاريخ في البدايات. الله تبارك وتعالى ينبئنا بما حصل في الملأ الأعلى،
البعض ينظر بأنه القضية قضية يعني سرد قصصي للإمتاع أو لأجل أن نحكم على شخص خارجي، بينما القضية يراد منها بالدرجة الأولى الموعظة والعبرة والتنبيه العالي بل والاحتجاج على الناس فيما قصه الذكر الحكيم من قضية محورية الخلافة في الدين. الآن القرآن الكريم عندما يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه قضية الخلافة ينبأ بها الكائنات العلوية يعني الملائكة، ويدخل عندنا الكائن البشري اللي هو آدم، ثم يدخل عندنا كمحرك مهم جدا للصراع وتأجيجه وما إلى ذلك إبليس. فإذا الناس يحتفي بالخلافة ويبين لها عمق عالي جدا في حياتنا، مما يلزمنا أننا عندما نتعامل مع هذا الناس لا نتعامل معه باعتباره حكاية عن قضية قد حصلت مثلا قبل 10,000 20,000 100,000 سنة، لأنه عندما نقول في بداية الشروع بالخلق احنا الآن ما نعرف المسافة كم تفصلنا عن هذا الزمن، فمو قضية حكاية عن حدث مضى ولأجل إحاطة الناس به بما حدث وينتهي الأمر، له مساس ومساس مباشر، هنالك مقصد. إذن أصلا إذا أردنا أن نتكلم بشكل يعني منهجي نقول أصلا المشخصات مثل آدم عليه السلام أو إبليس لا يعنينا بالدرجة التي يعنينا فيها تمثلاته، لأنه نحن نحاسب كأفراد. يعني أنا أحاسب على زمني، أنا الآن أعيش مثلا 60-70 سنة في مجتمع وزمن معين، ضروري أعرف من الذي يتمثل به إبليس، لأنه إبليس كمصدر من مصادر الشر موسوس يغوي قوة لا أستطيع أن أحيط بها أو ألامسها ماديا، لكن النبأ الغيبي جاءني بها. لكن ما هي التمثلات الإبليسية؟ تمثلات الشيطان أين تتم؟ تتم تمثلات الشيطان عبر أعوانه الذين هم يظهرون. يعني الآن الطواغيت يمثلون صورة إبليسية، يعني تمثل عالي لإبليس يحصل عندما يكون هناك مثلا دكتاتور في زمنك أو طاغية من الطواغيت يحاول أن يجعل من إرادته وشريعته وقانونه وأي شيء كان ضمن هذه المفردات يجعل منها فرمانات يحاول أن يطبقها وإن كانت فيها مخالفة لحكم الله وشرع الله. فإذا هو يمثل إبليس، لأنه بالنتيجة النص القرآني صور الخلافة باعتبارها سلطة فيها نيابة عن الخالق، نيابة عن الله تبارك وتعالى في إقامة شرعه. فعندما نقول الخلافة بين آدم وإبليس لابد وأننا نبحث في الحقيقة عن المشروعية، مشروعية هذه الخلافة. الله عندما قال إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الجعل إلهي. طيب، والجعل هي عبارة عن صيرورة تستلزم الجانب التكويني والجانب التشريعي أو التنصيصي، يعني لابد وأن الله يجعل الخليفة خليفة يعني كمكون ذاتي لهذا الشخص لائق بأن يكون نائبا عن المستخلف، ينوب عن الله في ماذا؟ في إقامة شرع الله. الآن خلينا نبسط هاي الفكرة، لأنه البعض حتى هاي الفكرة فكرة أن الله صاحب الشرع وهو المشرع، فكيف يكون هناك نيابة؟ الله تبارك وتعالى هو الحاكم، نقول نعم الله تبارك هو الحاكم، لكن نحن كبشر لا يوجد عندنا حكم لله تبارك وتعالى إلا ويكون قد نطق به بشر كالرسول مرسل من الله ينطق بالشرع ويطبقه بشر. يعني لا يوجد حكم من الأحكام الشرعية مثل القصاص الآن. الآن الله حكم مثلا حد معين على السارق، هذا الحد المعين على السارق من أين تلقيناه نحن البشر؟ تلقيناه من بشر. الآن هذا البشر كان رسول وله علاقة بالسماء وتنزل عليه الملائكة، هذه قضية نحن آمنا بها إيمانا غيبيا مرتبطا بالمعجز، لكن الحكم من الذي نطق به وقال بأنه حكم الله؟ نطق به بشر. من الذي يطبقه؟ بشر.
فإذا النيابة هنا متحققة في الخلافة. يعني الآن الذين يؤمنون بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله مرسل من الله ولي مجسد لولاية الله تبارك وتعالى، إذ قال الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإذا ولاية الرسول هي مصداق لولاية الله تبارك وتعالى باعتبار أنها تجسدها، لأنه الولاية في الأصل لله، لكن الله تبارك وتعالى كما أنه جاعل في الأرض خليفة فجاعل ولي للكشف عن ولايته. وهنا أتحدث عن أي ولاية؟ أتحدث عن الشرعية، يعني لأنه لا بد وأن نفرق. الولاية الشرعية ما المقصود بها؟ الذي ينطق بشرع الله أي بأحكام الله، يقول الله حكم بهذه القضية، والذي ينفذ هذه الأحكام، كلاهما لا يتمان إلا بالولاية الشرعية. التبليغ والتطبيق، تبليغ حكم الله وتطبيق هذا الحكم. أما قضايا أخرى مرتبطة مثلا بالخلق، هذه الولاية التكوينية، هذه ولاية تكوينية أصلا نحن لا نتحدث عنها، لأنه إني جاعل في الأرض خليفة هنا، الجعل الإلهي لا يستطيع أحد أن نقول يرده أو يغيره. إبليس عندما رفض أن يلتزم ويسجد للخليفة، هذا الاعتراض منه لم يغير بحقيقة أن هذا الخليفة خليفة، وإنما عرقل المسيرة من أي جهة؟ من جهة ما جعل الله له تعالى فيه اختيار، وهو أن يتقبل الشرع أم يرفضه. فإذا الولاية التكوينية لا إمكانية للمخلوق في أن يتدخل فيها بماذا؟ بإرادته. أما الولاية التشريعية، لذلك عندما يقول الله تبارك وتعالى مثلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله؟ إذن الحراك الآخر جاء من ماذا؟ جاء من ذات المخلوق المريد المختار، لأنه من يتولى، إذن يوجد هناك من لا يتولى. من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، هؤلاء هم مفلحون، أو حزب الله هم الغالبون. هذه القضية إذن لهم، لأنهم ماذا؟ تولوا. في المقابل يوجد من سيعادي وسيقاتل وسيرفض ولا يتولى. إذن في أي مطال هذا؟ هل في المطال التكويني؟ نقول لا، في المطال التشريعي. طبعا المطال التشريعي لا يعني بأنه هو منفصل عن المطال التكويني، لكن نحن نتحدث عن دائرة الاختيار والقرار. دائرة الاختيار والقرار هي التي تسمى القضية قضية تشريعية. الدائرة الأخرى التي تنبثق كخلق كصنع كإبداع، هذه القضية مختلفة، وهذه القضية تكوينية، ونحن الآن لا نتحدث عنها، يعني لأنه إذا أدخلناها في البحث سيرتبك البحث. طيب. وإلا هي لها مساس بعد ذلك. هل مثلا إذا سألنا الله إذا جعل لأحد ولاية تشريعية، هل ستكون منبثقة عن ولاية تكوينية أم لا؟ يعني هل هذه القضية مثلا الولاية التشريعية إذا كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله، هل تلزمنا هذه الولاية بأنه هناك في العمق مدخل لولاية تكوينية؟ نقول هذه القضية ليست بحثنا. نعم ممكن أن يكون لها بعد وتبحث، لكن لأنها ستضيع في مواضيع كثيرة ويتشعب الموضوع أكثر. طيب أستاذ عباس، دعني أعبر التسلسل المنهجي للبحث. نعم. وأتساءل عن ما نعيشه في هذا العصر، عصر ليس فيه لا رسل ولا أنبياء ولا أولياء ولا أمة. كيف نتعامل مع هذه القضية، قضية الخلاف فيما بين أو الصراع في على الخلاف فيما بين آدم وإبليس؟ نحن نعيش يعني عصرنا، إذا أخذت حسب ما أفهم عن العصر، العصرنا نعيش تداعيات ما حصل. يعني توجد آثار معينة، لنقل أفعال معينة ارتكبت، هذه الأفعال أدت إلى حصول آثار. هذه الآثار نعيشها مثل عصر الغيبة، نحن نعيش عصر الغيبة لا باعتبار أنه الغيبة كانت قد حصلت من دون وجود أسباب ناتجة عن انحرافات في قضية الخلافة. يعني عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله،
برسالة الخاتم، وبين كيف على الأمة أن تسير لرضوان الله تبارك وتعالى، وكيف لها أن تهتدي ولا تضل. فمثلا عندما قال رسول الله إني تارك فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، طيب، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. الآن لو لاحظ حديث هذا نجد بأنه رسول الله أعطى للأمة ضمانا من الضلال، لا تضل في حال تمسكت بالكتاب والعترة. طيب، والكتاب والعترة أعطاهم صفة بأنه لا يفترقان، يعني لا تستطيع أنت أن تقول أخذ الكتاب لجنب وأخذ العترة لجنب، يعني اعتبرهم حالة واحدة، صيرورة واحدة. لماذا اعتبرهم صيرورة واحدة؟ طبعا هذا لها أبعاد معينة دلالية، لكن نقول بأنه الأمة إذا لم تتمسك الآن، رفضت وصية الرسول الأكرم وردت هذا التمسك، معناها دخلت في ماذا؟ دخلت في ظلام. هذا الظلال له تداعيات، تداعيات تؤثر على ماذا؟ تؤثر على الأجيال اللاحقة، خاصة إذا الأجيال اللاحقة استمرت على ذات المنهج واعتبرت أن سلوك الأسلاف هذا سلوك يعني محترم ويحتاج إلى دعم، وتبدأ بتنشيط نفسها في الدفاع عنه، كما كان مثلاً قريش تدافع عن آلهتها تبدأ تدافع عن مقدسات، هذه أيضاً تتحول إلى مقدسات هؤلاء مقدسة. نعم. طيب، إذن الآن عندما تكون عندنا مثل هذه الحركة فبالنتيجة سيحصل عندنا تداعيات مؤثرة على نفس المشروع الإلهي اللي هو الخلاف، بحيث ممكن أن يكون هناك أمور تستلزم الغيبة، يعني تستلزم رفع وجود الخليفة وترك الناس يموج بعضهم في بعض. طبعا الترتيب اللي نقول ترتيب الظلم الواقع ممكن أنه لا يكون واحد، يعني ممكن الرعيل الأول اللي أسسوا أساس الظلم ذول لهم حالتهم يعني الكبيرة في الظلم، لكن الآخرين اللاحقين أيضا ظلموا بالاتباع. لذلك في القرآن الكريم أيضا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني ما معنى لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ يعني مو فقط الفاعلين لهذه الفتنة، المؤسسين لهذه الفتنة تخصهم، وإنما ستمتد للأجيال اللاحقة. لماذا؟ لأنها ستمثل تأسيسا منهجيا، يعني هذه الفتنة ستؤسس أساسا يجعل الناس بعد ذلك يعني يعتبرونه قضية مشرعة وصحيحة ولا بد من الالتزام بها ولا بد من الدفاع عنها. هذا ممكن أنه أعطي مثال لأجل التوضيح، يعني مثلا لو رجعنا إلى رسالة يزيد لعبد الله بن عمر بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام، عبد الله بن عمر ماذا فعل؟ بعث ليزيد بن معاوية رسالة يقول له فيها إنه أما بعد فقد حدث في الإسلام حدث عظيم، ولا يوم كيوم قتل الحسين، اعتراضا على قضية قتل الإمام الحسين. لاحظ يزيد كيف سيرد وكيف سيوجه الإشارة، جدا مهمة، إلى أنه القضية ممنهجة، يعني قضية قتل الإمام الحسين كانت ناتجة عن منهج معين. فقال من يزيد أو بن معاوية إلى عبد الله بن عمر أما بعد يا أحمق لقد جئنا بيوتا مشيدة، لأنه الخلافة وصلت إلى يزيد، وصلت له يعني كأنما هدية مغلفة وفتحت، يعني لم يعش حتى الصراع الذي يخوضه لأجل أن الحصول عليها، يعني مثلا معاوية حاول بحروب وكذا حتى يزيح الخليفة حتى يأتي هو، اللي قبله أيضا مثلا الأول أيضا خاض حروب وخاض خلافات وخاض كذا حتى يحق. هنا يزيد يقول لقد جئنا بيوتا مشيدة وفرشا ممهدة ووسائد منضدة فدافعنا عنها، فإن يكن الحق لنا فعن حقنا دافعنا،
أنا أجيت لقيت هذا ملك جاهز لي وكل شيء مرتب. فإن يكن حق لنا فعن حقنا دافعنا، وإن يكن حق لغيرنا فأبوك أول من استأثر بالحق على أهله. فإذا أنت إذا معترض على المنهج ذاك لابد والمراجع من البداية. لذلك يفترض أنه عندما نناقش القضايا المرتبطة بالتاريخ لا نناقشها كوقائع منفصلة عن امتداداتها وعن ارتباطاتها وعن نقطة انطلاقها، من يعني ما هي الحبكة التي ولدت عندنا هذه الدراما الكبيرة التي راح ضحيتها ملايين وملايين من الناس. لماذا؟ لأنه إذا فصلناها بهذا الشكل فلن تنتهي، يعني هي كيف الحالة المرضية، إذا تعاملت معها بمعزل عن أسبابها اللي دتولدها، عن المناخ اللي هي دتعيش به، بالنتيجة النهائية حتى إذا حاولت بأنه تستأصل جزء راح يرجع. فلا بد وأنه تعالجها معالجة دقيقة. لذلك التاريخ مثلا مراجعته، مراجعة الإرهاصات اللي حصلت تبدأ من نقطة بداية. نحن الآن نعيش في حالة نعتبرها تداعيات لما هو موجود من مناهج، كيف ننقي هذه المناهج؟ لا بد من مراجعتها بدقة. طيب سار عباس، فلنعتبر هذه الدقائق التي مرت مدخل إلى البحث. سنعود معكم إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونتواصل معكم في هذه الحلقة برنامج حياة المصطفين، فابقوا معنا. إذ قال ربك للملائكة اسجدوا خضعوا لأمر الله لم يترددوا، قبل الوجود وقبل آدم أن يكون بريق نورك في السماء يتوقد، لما رأوك بصلبه سجدوا، فأنت بكل ما يعني الوجود محمد، بكل ما يعني الوجود محمد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة كبرى الفضائية، في هذه الحلقة من برنامج حياة المصطفين، وعنوان هذه الحلقة ابتداء من هذا اليوم سنبدأ ملف الخلافة بين آدم عليه السلام وإبليس. وكانت لنا مدخلية إلى الموضوع مع الأستاذ عباس آل وهب الشمري الضيف الدائم للبرنامج، وتناولنا بعض الجوانب، والآن سندخل إلى صلب الموضوع. قبل العودة إلى ضيفي ننوه إلى أرقام الهواتف الخاصة بالبرنامج والتي ستظهر أمامكم أسفل الشاشة، بالإمكان الاتصال وطرح الأسئلة بما يتعلق بهذا المبحث، الخلافة بين آدم وإبليس. حياكم الله مجلس أستاذ عباس. طيب دخلنا إلى الموضوع الآن، فلنتحدث عن موضوع الخلافة أستاذ عباس. البعض يسأل ما هي الخلافة وفق النصوص القرآنية؟ نعم، القرآن أوضح الخلافة بشكل دقيق جدا. الآية التي خاطب الله تبارك وتعالى بها الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طيب إذن الجعل من الله تبارك وتعالى، الخلافة لها عنوان إطلاقي هنا سنبينه، يعني أنه نعم هو في الأرض لكن عنوان الخلافة عام. لماذا؟ لأنه الملائكة كائنات سماوية. طيب فمركز الخلافة سيكون في الأرض لكن تشمل الملائكة، يعني خليفة حتى للملائكة. لماذا؟ لأنه الآيات الأخرى في القرآن تقول لو كانوا، يقصد على الأرض، لو كان فيها، الضمير هنا يعود على الأرض. نعم. قل لو كان فيها ملائكة يمشون مطمئنين لبعثنا إليهم ملكا رسولا. إذن الأرض الملائكة تنزل إليها بما شاء الله تبارك وتعالى من الأغراض، أما الملائكة فهي سكان السماوات. إذن عندما يخاطب الله الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، طيب يعني معناها لأهل الأرض ولأهل السماء، لكن مركزيته في الأرض. آية أخرى كشفت كثير من الدلائل المرتبطة بالخلافة، وهي الآية التي ذكر فيها الله تبارك وتعالى قضية داود. يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة. طيب لاحظ هنا في الأرض خليفة، وهناك خليفة في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. في الأرض. أستاذ عباس نتوقف عند هذه الآية ونستقبل أول اتصال إذا تسمحون. أخ سعد من بغداد،
وعليكم السلام ورحمة الله. الصوت ضعيف والصوت بالداخل الاستوديو ما موجود. أخ سعد تسمعني؟ أخ سعد بلا زحمة عليك، إذا أمكن. نعم نعم أسمعك أستاذ أخ سعد، إذا أمكن ترفع صوتك شوية. واضح جاي اسمعك. نعم ان شاء الله اكو خلل بالاتصال والصوت ناسي وصوت داخل الاستوديو ايضا موجود، اذا امكن اخ سعد ممكن يعاود الاتصال ومعالجه الخلل من الاخوه. نعم نعم, نعم. اعود وياكم سر عباس، ذكرتم الايه المتعلقه بالنبي ادم ذكرتم قضية داود. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ما الفرق؟ الفرق إنه هنا حصر المكان، يعني خليفة وخلافتك في الأرض متعلقة. فإذا لا نستطيع أن نقول مثلا ضمن هذا الدلالة بأنه خلافة داود تشمل الملائكة أيضا، لأنه سننتبه إلى نقطة حساسة. بمعنى أنه آدم سجدت له الملائكة، هل هذا يعني أنه الجميع ستسجد لهم الملائكة أم لا؟ لأنه آدم سجدت له الملائكة باعتبار أن آدم خلافته ذات سعة أعلى بكثير فتشمل الأرض والسماء. ممكن أن يكون هناك خليفة فقط للأرض في لحظة معينة، الله تبارك وتعالى عين داود ونص على خلافة داود بوصفه خليفة في الأرض. إذن هنا كثير من الأمور ممكن أن تدخل، لكن هذا مع تقدم البعث. نعم. نستطيع أن نقول حتى سعة الإمامة، لأنه عندنا مفردات الخلافة الإمامة هذه أيضا، وحتى الولاية لابد وأنه ننظر إليها، ما الفوارق بينها، أين تلتقي أين تفترق. نعم. فمثلا إبراهيم عندما جاءت إليه الرسل نكرهم من جهة، ثم أخذ البلاغ عنهم عندما قال ما خطبكم أيها المرسلون. بعد ذلك عندما أنبأوه بأنهم جاءوا إلى قوم مجرمين، يقصدونها هنا قوم لوط، بعد ذلك وأنه جاءوا بعذاب يقع على هؤلاء، ماذا قال نبي الله إبراهيم؟ قال إن فيها لوطا، على القرية التي جاءوا لإيقاع العذاب فيها، قالوا نحن أعلم بمن فيها. هل هذه الكلمة كانت ستوجه لآدم الذي أنبأ الملائكة عندما قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم. إذن فكرة أن يكون آدم عليه السلام هو الذي ينبئ الملائكة بالأسماء، يعني ينبئ الملائكة بما جهلوه في مقامات عليا، هذا تعطي فوقية لآدم، هذه الفوقية المعرفية لآدم بالأسماء تجعله أو تجعل الملائكة تأخذ منه. لذلك عبر القرآن الكريم بأنه الملائكة عليها أن تسجد لآدم. إذا رجعنا إلى إبراهيم سنتساءل، نقول بأنه هنا كيف قالت الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم بأنه نحن أعلم بمن فيها؟ إذن القضية تحتاج إلى بحث ودقة في الفهم.
نعم سر عباسي، قضية الخلافة هناك اختلافات في الرؤية وفي التفاسير وفي بيان الأمور، قضية خلافة آدم والخلافة المتحققة لباقي الأنبياء والرسل، نحتاج إلى توضيحات متعلقة بالآيات القرآنية. المدرسة الأخرى عادة يحتجون بآيات قرآنية، لا يختلفون معنا مثلا في قضية الآن، إلى الآن نحن لا نختلف في المفهوم الدلالي للخلافة. الخلافة هي نيابة عن المستخلف. نعم لكن النيابة هذه عن المستخلف لابد وأن يكون هناك تنصيص من المستخلف. لماذا؟ لأننا لا نتحدث عن خلافة تعاقبية بالعنوان التكويني. نحن نتحدث عن خلافة لها علاقة بالحكم بما أنزل الله، يعني يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. إذن هذا تحديد، تنصيب داود بالخلافة لأي غرض؟ للحكم، قضية التعيين بين الناس بالحق. نعم تعيين، فلا بد أنه المستخلف الله هو الذي يحكم بين الناس بالحق. نعم هنا الله جعل داود خليفة ليحكم بين الناس بالحق. الحكم بالحق هو حكم بالله، يعني بحكم الله. الحكم بالله تبارك وتعالى، بحكم الله تبارك وتعالى، يستلزم أن يكون الله هو الذي ينص أو يعين هذا الخليفة. لماذا؟ لأنه إذا عينه غير الله تبارك وتعالى فلا يوجد عندنا دليل على أنه سيحكم بحكم الله، لأنه أنا الذي يختاره الله يختاره لغرض معين. ما هو هذا الغرض؟ أن يحكم بالحق، وحكم الله هو الحكم بالحق. طيب ما أدرى الناس إذا كان الاختيار منهم بأن هذا سيحكم بالحق أم لا؟ لا يوجد دليل على ذلك. إذن يوجد عندنا غرض للخلاف. نعم البعض حاول أن يتعكز على ماذا؟ على وجود مفردة الاستخلاف، وجعلناكم خلفاء أو جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف مثلا تعملون. هذه الآيات عندما وقعت عقوبات مثلا في أقوام معينة، الله تبارك وتعالى أو وقع فيهم العذاب أو أهلكوا، ثم بعد ذلك جاءت أجيال جديدة. القرآن عبر بتعريف بأنه أنتم خلفتم هؤلاء. طيب أنا هنا التعاقب الزمني، خلافة إنسان لإنسان تكوينا بالتعاقب الزمني شيء، وأن الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة، الجعل منه لأن يحكم هذا الخليفة بحكم الله شيء آخر. مو أينما نجد المفردة أو مشتقات هذه المفردة نحاول أن نعمم المعنى، لابد من التمييز. نحن في خلافة الله أو خلافة فيما بين الناس. نعم ذكرنا أكثر من مرة بأنه الدلالات لا تنشأ عن المفردات، يعني الدلالة لا تنشأ عن المفردة، الدلالة تنشأ عن بنية سياقية معينة لنص، أو لنقل قبل يعبرون عنها جملة، نص معين. هذا النص فيه دلالة، أما نفس المفردات فهي تدخل كما تدخل الألوان في اللوحة. يعني اللون الأصفر الآن لا يشكل لوحة، نعم نحن نميزه نعرفه ما هو، لكن دلالة اللون الأصفر إذا لم تدخل في اللوحة لا يعطيني دلالة. نحن نعبر عن الألفاظ ونقول بأن معناها كذا، هذا المعنى في الحقيقة في الأصل إنما اشتق من الاستعمالات. يعني هذه قضية أيضا لا بد أن نركز عليها حتى الأخوة يستفيدوا منها. لا أفضل. الآن إحنا إذا قلنا المعاجم، من أين جاءت المعاجم بالمعاني؟ يعني من أين جاءت المعاجم بأنه معنى الخلافة هو هكذا؟ هذا. خلف بهذا المعنى، قال بهذا المعنى، من أين جاءوا؟ جاءوا بها من خلال الاستعمال، يعني الاستعمال سابق لتدوين المعاجم لمعاني المفردات. فلذلك من تجد أي معجم يقول لك هذا المعنى لأنه استعمله الشاعر الفلاني في عصر الاستشهاد مثلا، استعمله امرؤ القيس، أو استعملته العرب في خطبها، أو استعملته الأحاديث أو القرآن الكريم، لأنه كلها في عصر الشاعر. فيأتوك المعاجم وتقول لك بأنه هذا المعنى، من أين أخذه؟ من الاستعمالات. لذلك أحيانا نفس المفردة يقول لك ممكن أن تستعمل كذا وتستعمل كذا،
لماذا؟ لأنه وجدوا بأن الاستعمال السياقي يعني من خلال الدلالة السياقية يمكن أن يعطوها هذا المعنى، فأصبحت أنت من تستعملها؟ تستعملها هذا المعنى توظفه سياقيا. لكن القضية مو مغلقة، الأنساق اللغوية عندما تشتغل ممكن مفردة من المفردات تأخذ كثير من المعاني. لذلك الأمة عادة تحيي اللغة، يعني تحيي حتى قضية المفردات، يعني تكون المفردات حية تتحرك قضية التجدد التحديث عندما يكون فيها مبدعون. إذا كان هناك مبدعون فهؤلاء سيكون على عاتقهم الاستعمال الخلاق للغة، مو يغيرون، لكن التدرج اللوني للغة يعطي لها كثير من الدلائل. فمن هاي الناحية نقول بأنه قضية مثلا مثل قضية الخلاف، إذا أردنا أن نبحثها بحثا دقيقا فلا بد وأنه نستخرج من خلال القرآن الكريم كيف استعملها القرآن الكريم ونستخرج منها المعنى. لماذا هذا التخصيص؟ لأنه القرآن الكريم في عصر الشاهد من جهة، واستعمالاته خاصة اللي يردون يفسروه، لليد يفسر القرآن يستطيع أن يلجأ للنص ويرى ما كيف استعمل المفردات سياقيا. فممكن أنه يستعمل القرآن المفردة على غير ما تستعمل العرب، باعتبار أنه له إمكانية، لأنه أيضا قول الله تبارك وتعالى الكامل. فمثلا يعني إذا أردنا أن نقرب الصورة نقول مثلا الآن دائما مفردة التأويل، مفردة التأويل نجدها مثلا في عند الأكاديميين، عند نقاد اللغة يستعملوها بعنوان قريب إلى مفردة التفسير، وكأنما من يقول هذا تأويل الكلام، وكأنه يشرح معناه. ومرات يقولون بأنه معنى المعنى وما إلى ذلك، يعني يشتغلون ضمن هذا الاشتغال. لكن من نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأنه القرآن الكريم يتعامل مع التأويل تعامل تحول القضية النصية إلى حقيقة واقعية، فيقول هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يعني التأويل يأتي، يعني الأنباء الذي أنبأ بها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن أمور معينة ستحصل مستقبليا أو كذا، إذا تحققت نقول هذا مآل. إذا أنت جئت إلى النص وحاولت أن تنفذه وتطبقه في الخارج نقول أولته، لا نقول فسرته. فسرته إذا بقيت على مستوى المفردة. طبعا هذا الاستعمال خاص بالقرآن. الآن نحن نعلم بأنه المدارس التأويلية اللغوية في اللسانيات عندما تتحدث عن التأويل تتحدث عنه بوصفه قضية مرتبطة بالقراءة والمعنى. لماذا؟ لأنه في الأصل هي تتعامل مع نصوص ليست نصوص تشريعية، يعني ليست نصوص قانونية، ليست نصوص يراد لها أن تطبق، وإنما تتعامل المدارس اللسانية مع نصوص للإمتاع واللذة، يعني نصوص أدبية. طيب. تريد من خلالها أن تبحر في عالم المعنى ولا تريد أن تطبق في الخارج. يعني عندما يتعاملون مثلا تأويل قصيدة معينة، تأويل رواية معينة، أو لنقل تحليل ونقد رواية معينة، سيدخل علم التأويل باستكشاف عوالم النص باعتبارها آفاق نصية، فضاءات نصية، فضاءات لها علاقة بالفكر ليس لها علاقة بالحدود. أما إذا جاء إلى نص يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا راح يأول، راح معناه ينفذ، راح يروح يقطع أيد أحد، هذا قطع اليد بحاجة إلى تعيين، بحاجة إلى خليفة، بحاجة إلى شخص إذا قرأ الناس يقرأه قراءة لا تختلف مطلقا عن مقاصد القائل. أما القراءة الأخرى اللي لها علاقة بالتأويل الأدبي فهي مفتوحة. لذلك يتحدثون عن مثلا تعدد القراءات، تعدد القراءات إلى المستوى الذي تنفتح فيه القراءة إلى اللانهاية، يعني يقول لك لا يوجد نص مقفل على دلالة واحد أو على قراءة واحد أو على تأويل واحد،
بل يصلون أبعد من ذلك. يعني مثلا في المدرسة التفكيكية يصلون إلى أنه القراءة الأولى لابد وأن تحطم بقراءة ثانية بتأويل آخر، وإن كان لنفس القارئ. يعني إذا أنا نفسي إجيت على نص أدبي وأعطيت به مضامين معينة وأولته ودخلت في فضاءاته وحاولت أن أبين، بعد ذلك في اللقاء الآخر علي أن أحطم هذه القراءة الأولى، يعني أستكشف فضاءات جديدة بحيث تصل إلى مرحلة تتعدد. عندما جاءوا هؤلاء نفسهم اللي هي بحوث مرتبطة بالنقد الأدبي، عندما جاء هؤلاء إلى النص الديني وتعاملوا معه كنص، بدأ الصراع بين الذين يؤمنون بقدسية النص، قالوا كيف يكون تعدد النص منفتح إلى قراءات متعددة، لأنه هذا معناها بأنه النص لا قيمة له على المستوى الواقعي. نعم له قيمة على مستوى آخر، مستوى الإبداعي، مستوى البحث الأدبي، مستوى فضائيات معينة مرتبطة بجماليات الناس. أما قضية الواقعية والتطبيقية، الواقعية والتطبيقية، ويأتوك جماعة يردون يطبقوا يتعاملون وياك تعامل الآن الشعوب مع الدساتير ومع القوانين ومع قوانين القضاء الجنح وغيرها وغيرها والحق والعدل، هذه قضية مختلفة. مع ذلك البعض سايرهم، بدأوا يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بأنه حتى النص الديني قابل لأن يفهم بكل قراءة، أنت النص في حوزة القارئ، فما دام النص في حوزتي فمعناها أي قراءة أنا أقرأها أنت ما تستطيع أن تعترض عليها باعتبار أنت متلقي والنص بحوزتك. هذه اللي طلعوا عليها فكرة موت المؤلف، هذا بالنصوص الأدبية. طبعا النصوص الدينية بدأت تواجه، لأنه من البداية ما يردون يضعون حد وخط بين النص الديني والنص الأدبي. النص الديني له اعتبارات أخرى، يعني موت المؤلف الآن هل نستطيع أن نطبقه مثلا على الدستور؟ لا. هل نستطيع أن نطبقه مثلا على قوانين الجنح؟ نقول لا، القضية مختلفة. مختلفة. نحن لا يمكن أن نعطي مثلا الدستور لأي أحد نقول له اقرأه والنص منفتح على قراءات متعددة فأنت براحتك اقرأ، نقول لا، النص الديني لا يختلف من هذه الجهة إلا عندما حاول البعض أن يجعله مختلفا، بمعنى أنه يخرجوه يقولون هو ما جاء للحاكمية أصلا، هذا النص الديني إنما جاء لأغراض أخرى لا علاقة لها ويجب فصله تماما عن مستوى أن يكون مطبقا. وطبعا هذه مختلفة، يعني أيضا راح توقعنا في قضيتين. القضية الأولى، هل فعلا النص الديني ما جاء ليطبق؟ نقول لا، جاء ليطبق، لكن هل يطبق على يد أي أحد؟ نقول لا. جاء النص الديني ليطبق مع تعيين من يطبقه، مع تعيين من الله تبارك وتعالى أوكل له قضية البيان، لذلك قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. في حديث الثقلين اللي بيناه الرسول يقول إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به ما لن تضلوا. التمسك هنا يعني الاتباع والانقياد. نفس الآيات التي تتحدث عن أنه الحكم لله والولاية لله وعلى الناس أن لا تطيع إلا الله تبارك وتعالى ولا تحكم بغير حكم الله وأن تنزل عند حكم الرسول، وكل هذه الآيات تشير إلى أنه نعم النص الديني لا بد له أن يطبق، لكن ليس لكل أحد، يعني مو أي أحد يأتي ويقول أنا كفؤ لتطبيق النص. طيب أستاذ عباس، لدينا دقائق أخيرة في البرنامج، سنبقى في إطار مفهوم الخلافة. بينتم جوانب متعددة، جانب النصوص القرآنية ومراد الله سبحانه وتعالى، جانب التشريع، جانب أدخلتم في قضية القراءات والأدبيات وما إلى ذلك. هذا التداخل ماذا تولد منه؟ قضية تداخل المفاهيم عند المدارس المتعددة. راح يبين القرآن الكريم، يعني عندما سنسير مع النص سنجد بأنه النص ذكر بأنه الخلافة مع أنها تعيين من الله وجعل، مو فقط تعيين، لأنه النص في سورة البقرة يذكر الجعل، والجعل مفردة يعني بحقلها الدلالي يتضمن كثير من القضايا، الخلق، التصيير، حتى قضية أنينوس، لأنه عندما جعله
فمعنى ذلك بأنه أيضا ميزه وأشار إليه وجعله متمكنا من المهمة التي موكل إليه. فعندما يقول الله تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الجعل من الله، لكن مع ذلك سيدخل عنصر معارض. نعم. وهذا العنصر المعارض مع أنه كل ثقلة سيوجهه باتجاه ماذا؟ باتجاه الخليفة المختار من الله، يعني حربه ستكون مع الخليفة، لكن هو في الحقيقة ضد المشروع الإلهي نفسه بالجعل. هذا العنصر لن يكون نقطيا وإنما سيكون خطا ممتدا. لذلك سنلاحظ أيضا بأنه الصراع بين آدم وإبليس سيمتد، لأنه إبليس سيطلب الإنذار والإنذار إلى يوم يبعثون، ثم يقول الله تبارك وتعالى إنك لمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إذن الصراع باقي. إذن الصراع باقي، لكن هذا الصراع بتمثلاته. إذا ما فهمنا التمثلات بشكل دقيق وكيف يحركها القرآن، لأن القرآن يعني مثلا يلقي تهم على أناس لجرائم وأحداث وقعت مثلا قبل 1000 سنة، يحملها إلى أناس يعيشون مثلا في عصر الناس، مثلاً يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعم. اللي خاطبهم الله بها من؟ اذكروا، هم الناس اللي موجودين في عصر نزول النص، يعني في عصر رسول الله كان هناك أمة من بني إسرائيل، هؤلاء القرآن يوجه لهم الخطاب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ثم بعد ذلك يتوجه إليهم، ثم قتلتم نفسا فاداركتم فيها، ثم يقول ورفعنا فوقكم الطور. طيب هؤلاء لم يرفع فوقهم الطور، لم يقوموا هم بعبادة العجل، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يعني بعد أن يذكرهم بالنعم يذكرهم بعبادة العجل. طيب اللي عاشوا في عصر نزول الناس كانوا يعبدون العجل؟ ما كانوا يعبدون العجل. لماذا يحملهم تلك التبع؟ طبعا. لأنه التمثلات حصلت فيهم، هم يتمثلون الآن بمعارضتهم لرسول الله، هم يعبدون العجل، هم يعودون إلى عبادة العجل. لماذا؟ لأنه عبادة العجل هي عبادة غير الله تبارك وتعالى بعدم اتباع من أمر الله باتباعه. يعني عبادة العجل في وقت موسى عندما ذهب إلى الميقات كانت متزامنة مع رفضهم لخلافة هارون. لو أنهم التزموا بخلافة هارون ما كانوا وصلوا إلى عبادة العجل. في عصر النزول لو أنهم التزموا باتباع من أمر الله باتباعه وهو رسول الله وأوفوا بالعهد لما صحت أن يكونوا هم في تلك اللحظة يتمثلون بمن عبدوا العجل ومن أساءوا تلك الإساءات. المسلمين كذلك أصبحت التمثلات فيهم عندما لم يلتزموا بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله، ستصبح عندنا هناك تمثلات، وهذه التمثلات علينا مراقبتها، لأنه الرحلة من بداية الخليقة بين في قضية الخلافة آدم وإبليس وممتدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحسنت أستاذ عباس، الوقت المخصص للبرنامج في هذا اليوم انتهى، ولكن لنا عودة معكم، وهذا الملف يبقى مفتوح، موضوع الخلافة ما بين النبي آدم عليه السلام وإبليس، وسنعود إلى موضوع الخلافة. يبدو أن موضوع فهم معنى الخلافة وتطبيق الخلافة والخلافة الإلهية في الأرض تحتاج إلى توقفات ومحاور متعددة. أستاذ عباس الوهاب الشمري شكرا جزيلا لكم. حياكم الله أستاذ. الله يحييك. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة والإصغاء، لنا عودة معكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج حياة المصطفين. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل في مكتب النجف الأشرف. السلام عليكم ورحمة الله.